بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان، هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات فيها الأمان سافرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج حكاية ومغزى. هذا اليوم أعزائي المشاهدين سيكون مع الجزء التاسع، وقصة سيدنا موسى والجبل. ما هي هذه القصة؟ سنعرف تفاصيلها بعد قليل. خلف موسى أخوه هارون على قومه، ثم ذهب لموعد بينه وبين الله عند جبل الطور. فلما وصل إلى جبل الطور، هناك كلمه ربه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فحينما كلمه الله اشتاقت نفس موسى لرؤية الله، قال ربي أرني أنظر إليك. فقال له الله سبحانه وتعالى لن تراني، أي في هذه الحياة الدنيا لا يستطيع أحد أن يرى الله عز وجل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وكان في ذلك الموعد وفي ذلك المكان جبل أشم أصم، فلما تجلى ربه للجبل، يقول بعض أهل العلم في معنى كلمة تجلى أي أن هذا الجبل رأى من الله مقدار أنملة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، خر موسى صعقا، أغمي عليه، فقد الوعي. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. حدث عظيم سنقف معه، ماذا نستفيد شيخ نايف من هذا الحدث العظيم الذي استعرضنا بعضا من موقفه الذي حدث مع سيدنا موسى؟ أعظم ما يستفاد من هذا الموقف عظمة الله، أن الله عظيم. الجبل هذا الأصم الأشم حينما تجلى له ربه سبحانه وتعالى، يقول بعض أهل العلم أن هذا الجبل رأى من الله مقدار الأنملة فأصبح كثيب من الرمال. هذا دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى الذي ما قدرناه حق قدره جل في علاه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. المغزى، سبحان الله يا إخواني، موسى عليه السلام الله عز وجل أراه آية من آياته وهو الجبل عندما أصبح كثيبا من الرمال، دكتك هذا الجبل. والله عز وجل يقول في آية أخرى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا الجبل العظيم
والله يا إخواني إنه دلالة على عظمة الله عز وجل. الشيخ عبد الله من المقاصد مع هذا الموقف، الله عز وجل قال وواعدنا موسى، لاحظ الميعاد الذي كان بين موسى وبين الله عز وجل عند الجبل، فكان موسى يكلم الله تبارك وتعالى من بين حجاب. تخيل مخلوق يكلم الخالق، ألا تشتاق وأنت تسمع لذة الخطاب من الله عز وجل؟ أسألك أما تشتاق؟ والله ما ألومه موسى حينما قال ربي أريني أنظر إليك، الله ما ألومه، يسمع كلام الله عز وجل، الله ما يتمالك، ما تحمل، ربي أريني أنظر إليك، ما أشوفك يا رب. قال لن تراني، ما تستطيع. تخيل موسى أم الجبل أعظم في القوة والصلابة؟ الجبل. طب لو تجلى الله لموسى كيف يكون حاله إذا كان جبل دك؟ قال لن، ما تستطيع، ولكن انظر إلى الجبل. وموسى عليه السلام لما رأى هذا الجبل دك من هذا الموقف، من الجبل هذا الذي دك، خر صعقة. كيف به لو رأى الله سبحانه وتعالى؟ لذلك في الدنيا لا يستطيع أحد أن يرى الله عز وجل، وفي الآخرة جعل الله سبحانه وتعالى أعظم نعيم لأهل الجنة أنهم يتلذذون بالنظر إلى وجه الله عز وجل، وأعظم عذاب على أهل النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. العجيب سبحان الله من المغازي، موسى عليه السلام عندما أفاق ماذا قال؟ قال سبحانك. علم موسى عظمة الله عز وجل، علم أن الله عز وجل عظيم. قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. السؤال اللي بسأل فيه نفسي وإخواني والمشاهدين، متى نفيق ونعلم عظمة الله؟ الله أكبر. لحظة في هذه الحياة الدنيا، لحظة، ممكن لحظة تعظم فيها الله عز وجل تكون سبب لهدايتك، يا الله، سببا لتوبتك، سببا لأوبتك ورجوعك إلى الله. يقال عن بشر الحافي أنه كان يمشي وهو مخمور، فرأى رقعة ورقة مكتوب فيها اسم الله عز وجل ملقاة في الأرض، فرفعها إلى السماء وقال سيدي اسمك ها هنا ملقا مداس. فأخذ هذه الورقة أو الرقعة التي كتب عليها اسم الله، فنظفها ومسحها وطيبها ورفعها، ثم بات تلك الليلة فسمع مناديا يناديه طيبتنا فطيبناك ورفعتنا فرفعناك. لحظة عظم فيها الله، هدى الله عز وجل قلبه. من القضايا يا جماعة اللي تساعدنا أيضا على تعظيم الله عز وجل، يعني هالجلسات التي نجلسها في التفكر بآيات الله عز وجل. يعني الواحد ترى لما يتدبر آيات الله، يعني بعض الناس ممكن يقول ليش سويت هالبرنامج؟ يا جماعة إحنا سوينا هذا البرنامج بشكل صريح، الهدف أن نتعايش مع آيات الله عز وجل. هالأجزاء الثلاثين نقف كل يوم مع قصة نطلع منها المغزى، نعيش ونتدبر. إذا عشنا وتدبرنا مو من أجل فقط أن نتدبر وحنا بس نعني نستعرض معلومات، هدفنا أن إحنا إيش نتدبر هذه الآيات حتى إيش نصل إلى تفضلت فيه تعظيم الله. يا سلام عليك. تعظيم الله، طريق من طرق تعظيم الله عز وجل هو التفكر والتدبر والتأمل في كلام الله. لما ذكرت هذه الآية وقصة الجبل تذكرت قبل قليل وإحنا على التلفريك والجبال الممتدة، فقلت سبحان الله. الشيخ تلفريك ليش؟ لأن إحنا جايين ما وصلنا هني إلا بتلفريك، ما تصل إلى المنطقة هذه إلا بتلفريك. إحنا في جبل ترى، فوق جبل كذا خشين جو مع الآية. جاني التساؤل هذا، قلت لو أن الله عز وجل تجلى لجبال الدنيا كلها، لا إله إلا الله، والله لتدك مو جبل الله. واحد الله. لو تجلى الله لجبال الدنيا كلها لتدك، دليل عظمة الله عز وجل للكون كله يا رب. أيوة والله. لا إله إلا الله. أخواني سماع كلام الله عز وجل يخشع الجبل، فما بالك إذا تجلى الله. شنو الآيات؟ الله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الملائكة منذ أن خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة وهم في عبادة مستمرة لله، ويوم تقوم الساعة يقولون: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، اللهم ارحم ضعفنا. الله عز وجل يقول في سورة النمل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أخي في الله، إذا أعطاك الله عز وجل نعمة فاحمد الله. إذا حصل بينك وبين أخيك مشاحنة أو مخاصمة، تذكر موسى عليه السلام وأخيه هارون حينما حصل بينهم سوء تفاهم، قال موسى مباشرة: قال رب اغفر لي ولأخي، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هذه هي الآيات التي استوقفتهم. يا من تشاهدنا الآن، ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاغ حكاية ومغزى. إذن هكذا كانت قصة سيدنا موسى عليه السلام والجبل، وهذه المغازي التي استفدناها من هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حكاية ومغزى، لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل تحية، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان، هي سلوة للمؤمنين تلك الحكاية الطاهرة.